عدد الفرق المشاركه 8 فرق، تقسمت طبعا ضمن مرحله اول شيء المجموعات لمرحله النصف النهائي لمرحله النهائي. شارك فيها 8 فرق والحمد لله اليوم كانوا مباراه نهائيه وتو شوي فريق فايز بمخيم الايمان. جينا على المباراه اخر مباراه لنفوزها. اجينا لنلعب تاع اول لويح فوتنا جول نحن. بعده فوت جول صرنا تعادل، بعده فزنا بضربات الجزاء. أنا اليوم كنت ألعب بطولة كانت كتير حماسية ولعبنا كتير كويس، وإحنا كنا مشاركين ببطولة أبجد وكانت اليوم كتير حماسية ولعبنا وفزنا الحمد لله. كويس كويس، هدي حلقة هدي حلقة، يلا روح الجول. طبعا الهدف الأساسي فيها نحن خاصة فترة العطلة الانتصافية بنقدر نستغل هذا الفسحة للطفل لحتى نخرجه من الوضع اللي عايش فيه. الفكرة والهدف من هذه الأنشطة أنه نحن نرجع الابتسامة والبسمة لوجوه وقلوب هدول الأطفال اللي بهني بالمخيمات بسبب الحرب اللي عاشوها طول هاي الفترة. كان في كتير من الحقوق اللي ضاعت منهم، والأهم الحقوق هي الأنشطة الرياضية. طبعا نحن الأنشطة كانت مقسمة على ثلاث أنشطة، هي كرة قدم للذكور، كرة طائرة للإناث، ومسابقة الحصن للأطفال مع عمر 6 سنوات وما فوق. خالد علينا، خالد علينا، خالد علينا، خالد علينا.